أمير الشمالي بلاك جالكسي أمير الرام مريب كل وحبايب الوهاد رجاء الاستعداد فورا كل حبايبي تأخر هذا الصوت تمام هذا هو ما شاء الله هذا ماجنوم للدير المكسور للملك أكرم إحجارات هذا الحصان من عالم الجمال وهو من نسل عالمي من خارج البلاد ما شاء الله تبارك الله ماجنوم ماجنوم للملك أكرم احجارات قرناس الصخرة للملاك أبناء المرحوم عبيد حمزة حبايبنا أهلا وسهلا بكم وعبد الكريم موسى مع الحصان بريق الوزير نعم سالم العقبي على صوت اي ماجنوم عاشوا 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 حبايبنا سالم العقبي يا ولد النور يا ذا النور على صوت قرناس ذا النور سالم العقبي على صوت ماجنوم عبد الجليل على صوت فريق الوزير نتمنى التوفيق هنا الميدان شباب لو سمحتوا يعني اجواء جميله ورائعه حتى اجواء جدا رائعه لمتابعه هذه الاصوات الجميله من طريقة الطيول على بركة الله تعالى اندفاع قوية ما شاء الله تبارك الله شوف الاندفاع مع سالم العقبي ما شاء الله تبارك الله تنافس كبير بين الخيال قرناس الصخرة وماجنوم وبريق الوزير ما شاء الله تبارك الله ماجنوم يتنافس ويتقدم بكل خطى ثابتة وماجنوم قرناس الصخرة يحاول وبريق الوزير في أيضا عمل جيد لغاية الآن ما شاء الله تبارك الله شوف التنافس شوفوا ما يظهر ماجنوم المتمرس دائما على الميادين ماجنوم ما زال يحافظ على ستارة زنور مع قرناس زنور يحاول الآن ما شاء الله تبارك الله زنور مع قرناس الصخرة تنافس كبير بين ماجنوم وقرناس الصخرة ما شاء الله تبارك الله عبد الجليل موسى مع فريق يحاول لكن ماجنوم بأريحية تامة ماجنوم يا ماجنوم يا ماجنوم وزنور يحاول مع قرناس ما شاء الله تبارك الله ماجنوم وقرناس يا سلام عليك يا 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 سالم يا 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 سالم انت حقيقه فارس ولا كل الفرسان بكل اريحيه وبكل جداره وبكل تنافس جميل ورائع